بقول له فارس البنت دي معيونة، واحد شافها قال لي بتاكل احسن من الولد. والله والله من يومها للان ما تاكل السمك ولا تطق ريحته، لان ساعتها كانت بتاكل سمك. صارت يعني شغل عقدة يعني نفسية. هذا الرجل الولد البنت واللي حسدها موجود ولا توفى؟ زمانه غار احسن صيب الله اعلم. كان قاعد عندنا وكان راتبه 1000 دينار قاعد عندنا في بيتنا. انت ليش ما رقيتها باللحظة؟ المهم البنت قعدت 3 4 ايام ما فيش اكل. رحت قلت له يا مولانا البنت حصلت كذا كذا والولد اصله عنده انيميا ما بياكلش. اي والله. قام هو قال الكلمه دي، قال لي يعني انت والله ما مش حافظين الاخلاص والمعوذتين. قلت له يا سيدنا، قالوا لسيدنا عثمان كان عمر يسقينا كان عمر يقرا فاتحه الكتاب فيسقينا بمجاديح السماء. قال هذه هي الفتحه، فاين عمر؟ وانت عمر؟ قال ما قام هو قال لي طيب تاخد الهديه دي اداها بنار. الله. وبعدين نفخ في الميه وخلاها شربت وبخرها بالبخور. روحنا البيت كلت من ضمنهم. انت كلت لكن والله العظيم من يومها للان ما ترضى تاكل السمك، تاكل كل المأكولات الا اللي هو وصلها فيه. معنا انتوا كفر الشيخ، انتوا اهل السمك. والله لا هو من بس قال لي انا عايزك تقول لي بيت في بلدنا. قلت له لكم سمعه. قال فزارة. قلت له في بيت بيقول وكان بنو فزارة شر قوم وكنت لهم كشر بني الأخينا. أبو ده البيت ينطبق علي وعليك. الله يرحمه. وكان بنو فزارة شر قوم. وإنهم عيينة بن حصن الفزاري أحد المؤلفة قلوبهم. يعني أنت تؤمن بالعلم مولانا؟ أوف. نعم. بعد ما والله واحد كان قاعد قال لي انت بتشوف في الظلمه، من بعدها عيني راح. لا حول ولا قوه الا بالله. والله 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 ولا نقدر. يا الله احنا في مصر ما كناش نؤمن بالكلام ده ولا كان ياثر فين. اصل مصر زحمه. لا مش على زحمه، محدش يعني يعني عشان يحسد محتاج طاقة جامدة. على الرأي اللي بيقول هيحسدوا القرد على حمار طيطه. لا هو بس لا تروح يتحسد اللي فجيه القرد على حمار طيطه. ايوه والله بيحصل بس بتضرب في عدد كبير فما بتبقاش مصر. مصر الحين 100 مليون مو بين العدد يعني 100 مليون مولانا. الشيخ الغزالي في كتاب اسمه عقيدة المسلم يقول أبا ماشي في القاهرة ألاقي عربية مكتوب عليها يا ناس يا شبر كفاية أرض، وعربية مكتوب عليها العين صابتني ورب العرش نجاني. أقول طب اللي صنعها يقول إيه؟ إذا كنت أنت يا اللي بتسوق بتقول كده.